والدك الله يرحمه وغفر له وسامحه. الله يرحمه. توفى 2004 7/6/2004 قبل أمي بأربع سنين. كنت كبير وبتشتغل كنت بغني يعني كنت هو توفى قبل ما امضي مع أستاذ نصر محروس بأربع شهور. يعني قبل ما ابتدي أول خطواتي في الشهرة. والدتي توفت 2008 كنت نزلت غمزات سينجل بس كنت لسه ما نزلتش كليبات وكده والناس عرفت شكلي. بس ربنا يرحمهم يعني وخفرهم يا رب. اللهم أمين. ليه وشك عمل كده لما جبنا سيرة والدك؟ يا بقى كنت بحبه قوي، كان أقرب صاحب ليه. أنا والدي كان منفصل عن والدتي من هنا عندي سنة، بس احنا كنا يعني علاقتنا ببعض مش اب بابنه، علاقتنا ببعض اتنين اصحاب بفضفض معاه بحكي له كل حاجه. يعني حتى لو بعرف بنت بروح احكي له، لو عملت حاجه غلط بروح احكي له، او ما شربت سجاير رحت حكيت له كل حاجه. كان يعني كنت بروح احكي معاه. هو كان حكيم جدا وكان مثقف جدا وكان واعي جدا. انا والدي كان طبيب بشري وانا ما كملتش تعليمي يعني ضمن المفارقات الجميله. وهو كان حكيم وكان موسوعي، يعني كان شخص موسوعي، يعني ما كانش في حاجه في الكوكب ما بيفهمش فيها. يعني كان بيقرا اي حاجه. ما اصرش يا محمد انك تكمل تعليمك؟ لا، هو عمر ما اصر ان انا اعمل اي حاجه. يعني الحاجه الوحيده اللي كان اصر عليها وانا ما كنتش عاوزها بس عملتها ارضاء لي، ان انا يعني اخد ثانويه عامه ما ادخلش معهد موسيقى. انا كان نفسي ادخل معهد موسيقى بعد اعداديه. فهو اصر ان انا ادخل ثانويه عامه، وعشان عملتها غصب عني ما كملتش.